هذا وتواصل البعثة الطبية للحج الاطمئنان على سلامة جميع الحجاج المصريين والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم. وينضم إلينا عبر زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، دعني في الصورة وطمئني على أحوال الحجاج المصريين. من هذا يوم التروية إلى مشعر منى، لكن بالنسبة للحجاج المصريين تم تصعيدهم مباشرة إلى مشعر عرفات، وذلك بسبب هذا الموسم موسم استثنائي بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، فإن السلطات السعودية هنا كانت على أهبة الاستعدادات للتجهيزات في كافه على كافه الاصعده. هنا في منطقه المخيمات تم تجهيزها لتكون مواكبه لاستقبال حوالي مليون حاج من كافه الدول الاسلاميه، منهم 850 الف حاج من حجاج الخارج و150 الف من حجاج الداخل. اؤكد لك ان هنا جاهزيه تامه من خلال تجهيز 25 مستشفى بمنطقه المشاعر الى جانب 156 مركز صحي. هذه المستشفيات بها اكثر من 5000 أسرة، منها 1530 أسرة للعناية المركزة و241 أسرة للتعامل مع ضربات الشمس، وباقي الأسرة للتعامل مع الحالات الأخرى كالغسيل الكلوي وبعض الحالات للتخصصات المختلفة. أؤكد لك أن على كافة أماكن المشاعر يوجد مركز صحي أكثر من 25 ألف ممارس عام يقدمون الخدمات التشخيصية والعلاجية للحجاج. بالنسبة للحجاج ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، البعثة الطبية المصرية كانت على استعداد تام منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وكذلك هنا في منطقة المخيمات. بالخلف البعثة الطبية هناك قبل أن تقتل بماكن هواياها هناك عقد اجتماع لكيفية العمل على تطبيق استراتيجية البعثة الطبية بوصول الخدمات وترصد أي حالة لدخولها المستشفيات من خلال فرق المستشفيات التي يجوب هذه المستشفيات ال 25 مستشفى بمنطقه المشاعر لرصد اي حاله. بالفعل منذ وصول هذه البعثه بدا التعامل مع بعض الحالات هنا من ضيوف الرحمن، حيث استقبلت المخيمات حجاج القرى وبدات بالفعل في تقديم الخدمه العلاجيه لهم، اضافه الى فرق الطب الوقائي التي تجوب كافه المخيمات لنشر الوعي والبرامج التوعويه والتثقيفيه بكيفيه الوقايه من ضربات الشمس وكذلك الوقاية من الأمراض المزمنة ومنها فيروس كورونا. نعم، ماذا عن الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد؟ ما زال معي من الأراضي المقدسة عبر زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، كنت أتساءل عن إجراءات احترازية متخذة منعا لتفشي فيروس كورونا في هذه المناسك الخاصة بالحج هذا العام. بالفعل هذا السؤال سؤال هام جدا. السلطات السعودية أكدت على كافة البعثات النوعية للدول الإسلامية بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وخاصة في مناطق داخل المخيمات، لكن أؤكد لك أن هنا السلطات السعودية على كافة الأماكن المتواجد بها المخيمات هناك إجراءات احترازية غير عادية من خلال تطهير الأماكن أولا بأول، برامج التوعوية والتثقيفية، هناك أكثر من 100
25 لوحة إلكترونية في كيفية توعية المواطنين من خلال هذه اللوحة الإلكترونية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات المتبعة لمواجهة هذا المرض وخاصة الأمراض المزمنة الأخرى وكيفية الوقاية من ضربات الشمس خلال أيام المنازل. نعم، أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة محمد. والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة